الاسم شيماء، المهنة صحفية، بناتها ريناد وروفان، أهم سبق صحفي في حياتها. هنتعرف على قصتها النهاردة في البطولة أمهات. حلقتنا النهاردة معنا أم جميلة هتكلمنا عن أهم سبق صحفي في حياتها. أستاذة شيماء، عايزاكي تكلمينا عن نفسك وعن بناتك وبيلعبوا إيه؟ أنا اسمي شيماء عزت، أنا صحفية، عندي بنتين، ريناد عندها 12 سنة وروفان 9 سنين. البنتين بيلعبوا تنس أرضي في نادي الأهلي. بدأت ريناد طبعاً عشان هي الكبيرة، بدأت وهي عندها 5 سنين. كانت لعبة التنس بالنسبة لها حاجة لطيفة، لأنه هي كاركتر يحب أنها تلعب لعبة فردية، يعني ملهاش ميل قوي لفكرة اللعبة الجماعية والتيم وكده، فحبت التنس ودخلته من وهي صغنونة خالص. كانت يعني بنوتة حلوة صغنانة كده بتلعب في تجري في ملعب التنس الكبير ده. لما جات روفان، يعني روفان كانت بتلعب جمباز في الأول، بس بحكم أنها بتشوف أختها في التمرين وبتحضر معاها طول الوقت تقريباً التمرينات بتاعتها، وكانت ريناد بدأت تلعب ماتشات وكده، فروفان كمان حبت التنس. كانت وهي عندها 3 سنين كانت بتدخل تجري وفي وسطهم كده وتلعب مع الكور وبتاع. لما كبرت شوية قالت لي أنا عايزة ألعب زي ريناد تنس، وبدأوا يعني الاثنين. أنا اسمي ريناد محمد، أنا بتمرن تنس في النادي الأهلي مية نصر. انا بتمرن كل يوم 3 ساعات، ماما بتحضر معايا كل التمارين، وهي بتحضر يعني بتقعد معايا انا واختي، بتحضر معايا الفيتنس والتنس وبتتعب معايا قوي، فانا احب اقول لها شكرا يا ماما. انا اسمي رفاعه محمد رضوان، بلعب تنس في نادي الاهلي، انا عندي تمارين كل يوم وبتمرن ساعتين في اليوم، ساعه تنس وساعه فيتنس، وماما بتوصلني كل يوم. قولي لنا، طبيعة عملك كصحفية بتسهل لك متابعتك لتدريبات البنات؟ لا طبعا، مش الموضوع ما كانش سهل ولا حاجة، لانه الصحافة مشكلتها ان انت ما عندكيش مواعيد عمل، يعني ما فيش ميعاد حضور وميعاد انصراف، فانت بعد ما تخلصي شغلك خلاص كده قفلتي الدنيا. يعني الصحافة بتفضلي شغالة طول اليوم تقريبا، فيمكن ده ساعدني وما ساعدنيش. يعني طبيعة شغلي كصحفية بتخليني ممكن أبقى قاعدة معاهم في التمرين وبتابع معاهم الشغل في نفس الوقت وأنا موجودة معاهم، بس طبعا أحيانا كنت ببقى مضطرة أسافر مثلا برا مصر أو أسافر في أي محافظة تانية، كنت بضطر بقى أدور على بديل يجي يحضر معهم تمارينهم. يعني لو ريناد عندها ماتشات بطولات برا القاهرة أو برا النادي الأهلي، حد لازم يبقى موجود معاها. فالمسألة ما كانتش سهلة ولا حاجة، بس يعني الحمد لله ربنا بيوفق الواحد انه يقدر يظبط الدنيا، لا ده يتأثر ولا ده يتأثر. يعني يعني ممكن في الأول كانت المسألة صعبة شوية، مواعيد التمارين كتيرة لأنه التنس بيحتاج تمرين يعني وقت طويل، وبعد كده في تمرين فيتنس ممكن يبقى ساعة ممكن يبقى ساعتين، غير طبعا ان هما اتنين، فأنا ممكن اقعد في النادي حوالي 6-7 ساعات بس بنتمرن. يعني فالمسألة يمكن كانت صعبة في البداية ان انا اضبط الدنيا، بس مع الوقت بقى خلاص تعودت على بروح الصبح الشغل وبرجع بالليل بقضي كل الاحتياجات الشغل وانا قاعدة في النادي لغاية ما نروح بقى الساعة 11-12 بالليل. ليه اخترتي لعبة التنس للبنتين؟ بصي، هو انا اول ما بدأت ادور لريناد وهي عندها 5 سنين على لعبة تلعبها رياضة بقى، وبدأت السن يعني اللي المفروض تبدأ فيه تلعب رياضة وكده، جيت في النادي بصراحة بصيت بصة كده على كل الملاعب تقريبا، على الباسكت بول وعلى الفولي وعلى التنس، وأنا أصلا بحب لعبة التنس يعني، وحسيت أنه شخصية ريناد هتبقى مناسبة جدا لفكرة أنها تلعب لعبة فردية، بتاخد يعني سيلف كونفيدنس كده عالية. هي ريناد كمان بطبيعتها شخصية يعني قوية شوية، عايزة تسيطر، مالهاش قوي في فكرة أنها تلعب في وسط تيم، مش هتندمج يعني، فقلت اجرب خليها تلعب تنس اشوف اذا كانت ده هي يعني هيبقى مناسب مع شخصيتها ولا لا. وفعلا لما بدات تلعب، رغم ان هي كانت لسه طفله يعني صغيره 5 سنين، بس حسيت انه لا، حسيت ان اللعبه بتطور في شخصيتها، بتطور في سلوكياتها،
هي حاسه بنفسها، كل ما بتكسب بوينت بتحس انها واخده ثقه في نفسها اكتر، قادره تتعامل لوحدها في فكره انها تلعب لعبه فرديه اكتر بكتير من لعبه جماعيه. يعني هي حتى في فتره من الفترات جربت انها تروح تلعب باسكت، ما حسيتش نفسها خالص في وسط التيم، وده بيقول كلمه وده بيقول كلمه. لا، هي في الملعب وهي بتلعب تنس هي ليدر، هي قادرة تاخد قرار تتحرك فين وتضرب الكورة فين وتكسب البوينتس ازاي، فكل ده ساعد في انها تبني شخصيتها بشكل مناسب ليها. يعني اختها بقى طبعا انت عارفة الطفل الصغير لما بيشوف الطفل الكبير طول الوقت بيقلده وبيبقى عايز يعمل زيه، وروفان لما كانت بتشوف رينات بتكسب في ماتشات او في بطولات كانت بتتشجع اكتر لفكرة ان انا عايزة ابقى بطلة، عايزة أدخل ماتش زي ريناد وأكسب، وبتشوف طبعا فرحتي بيها وتسقيفي ليها وتشجيعها، فكانت عايزة تجرب هي كمان فكرة أنه ألعب أنا كمان وأكسب وماما تشجعني وتبقى خارجة من الماتش فرحانة بنفسها، فكل ده خلاها متحمسة لأنها تلعب تنس هي كمان. وفعلا الحمد لله يعني روفان كمان متميزة في اللعب قوي، واخدة بقى خبرات أختها واخدة خبرات صحابها والناس اللي بتتفرج عليهم، وطبعا قعدتنا طول الوقت تقريبا في النادي مخليها يعني شاربة اللعبة تقريبا. يعني لعبة التنس لعبة مكلفة، إزاي بتقدري توفقي ما بينها وما بين مصروفات الحياة والأعباء اللي عليكي المادية؟ طبعا لعبة التنس لعبة مكلفة جدا وزادت كمان. يعني احنا أول ما بدأنا التنس ما كانتش الأسعار رهيبة زي ما هي دلوقتي، مضرب التنس بيعدي 4000 جنيه طبعا، جزم التنس كل يعني هي لعبة التنس كمان بالذات محتاجة انه كل حاجة تبقى خاصة بيها، يعني مينفعش تلعب بشوز غير شوز التنس عشان نوعية الارض اللي بتلعب عليها، مينفعش تلعب بمضرب غير اوريجينال لانه ممكن يبوظ لها ايديها ويعمل لها مشاكل كتيرة. وطبعا لبس التنس لبس مميز، يعني مش اي شورت واي تي شيرت هتلعب بيهم تنس، فطبعا هي لعبة مكلفة فعلا. بس انت اول ما بتبداي اللعبه بتبقي مش حاطه في دماغك قوي موضوع الاعباء الماديه دي، وبعد كده بتتورطي بقى، يعني خلاص بنتك بتبقى حبت اللعبه وارتبطت بيها وانت مضطره تجيبي مستلزماتها، فما فيش عندك اوبشن ان انت تهربي، فبتحاولي بقى توفقي الدنيا، يعني تظبطي شويه تشيلي بند تحطي بند كده علشان تعرفي يعني تحافظي على وجودك في اللعبة من غير ما تبقى الموضوع مكلف جدا ماديا. طبعا فكرة انهم اتنين انت عارفة زي اي بيت في مصر، يعني البنت الكبيرة بتسلم للصغيرة، فالمضرب اللي بتستخدمه الكبيرة بعد ما بتخلصه بتستخدمه الصغيرة وهكذا، يعني الدنيا بتمشي. بس هي فعلا لعبة مكلفة جدا ومستلزماتها كتيرة ومستلزماتها غالية قوي. بتكلم عن اللعيبة ريناد محمد رضوان. البنت دي مواليد 2007، بدايتي معاها كانت تقريبا من حوالي سنة ونص. البنت كويسة جدا وسوليد جدا. أول ما تعرفت عليها اتكلمت معاها، هي بتحب التنس وبتضيع كتير من وقتها في انها تتفرج على ماتشات، انها بتلعب كتير في النادي، بتحضر تمارينها على طول، حياتها كلها متركزة في التنس، مين كسب بطولة ايه، لا انا عايز اسافر اتفرج على كذا، لا انا عايز احضر كذا. البنت دي انا حسيت ان هي تالنت جدا، البنت ممكن قدام شوية تعمل نتائج كويسة. فبدأنا نتمرن من حوالي سنة ونص، كان ترتيب ريناد حوالي 500 وحاجة في الرانك طبعا على الترتيب المصري. بدأنا نشتغل على نفسنا، طبعا قابلني مشاكل كتير، البنت طبعا في البداية ما كانتش بتستحمل مجهود التمرين، زيادة الحمل عليها ما كانتش برضو بتتقبلها في الأول، كان بيقابلني مشاكل كتير معاها، إن إحنا لسه مش عارفين نوصل لبعض في التفكير، أنا كنت دايما بقف معاها على كل غلطة مش عايز أعدي حاجة، فطبعا ده كان ضغط عليها طول الوقت. اوقات كتير فكرت ان هي تبعد وتريح عشان ترتاح من البريشر بتاع الماتشات وانها لازم تبقى لعيبه جامده، وفكرت كتير ان هي تلعب تنس بس فور فن، لكن انا فضلت وراها وفضلت ادعمها. في الحقيقه برضو ولي امرها فضل معايا للاخر وفضلنا مكملين،
كان دايما في لينك على طول بيني وما بين باباها ومامتها، وبنتكلم على الحاجات اللي لازم تعملها في البيت، الاكل، الشرب، مواعيد النوم، ايه الحاجات المناسبه اللي تتعمل دلوقتي، ايه اللي ما يتعملش دلوقتي. بدانا نضغط اكتر في التمارين ونكثف اكتر، اشتغلنا على موضوع الجزء البدني اكتر، لان البنت بدنيا كانت ضعيفه شويه، بس من جواها هي عندها سبيريت هايله ان هي عايزه تبقى حاجه جامده. بدانا اول بطوله ما توفقناش فيها، فطبعا دي كانت صدمه شويه. فضلنا في نفس ترتيبنا حوالي 500 وشويه، رجعنا تاني نضغط، واتكلمت معاها في ايه اللي حصل في البطوله اللي قبلها. بدانا ندوس شويه، بدانا المجمع اللي بعده، الحمد لله حققت، دخلت لحد دور الثمانيه، ودي كانت حاجه بالنسبه لها جديده جدا، وهي ابتدت البنت تاخد بوش كويس، وبدانا ندوس اكتر من الاول. بعد مجمع كمان بدات توصل سيمي فاينل، بدانا نتحسن اكتر، نوصل بعد كده في حوالي من مجمعين ثلاثه البنت خدت بطوله السليمانيه، كانت بطوله جي 2، طبعا كانت بطوله صعبه، حققت فيها مركز كويس، ودي كانت حاجه هي كانت مستنياها من زمان. ابتدى الترتيب بتاعنا يخش في المية، لحد ما دلوقتي ما وصلنا لحد ترتيب 30، دي حاجه هايله قوي. لسه بطوله بلاتينوم في التجمع في المجمع اللي فات حققت فيها مركز تاني، فالحمد لله البنت ماشيه كويس وبدات تحقق. الفتنس مهم جدا بالنسبه لاي لعيب، لان هو اللي بيوصل اللعيب ان هو يكمل في النشاط، وخاصه كل بطوله ما بتبقاش ماتش واحد او اتنين، ده ممكن تقعد فتره طويله ماتشات، وفي وقت صعب، ممكن يبقى في الشمس، ممكن يبقى بالليل، ممكن يبقى الصبح، كل ده بيبقى محتاج مجهود جامد جدا بيتوزع. كل مدرب فتنس بيبقى عارف قدرات اللعيب اللي عنده ايه، وبيشتغل عليها وازاي بيطورها. ممكن نشوف دلوقتي ريناد او روفان هما بيتمرنوا، مستواهم كل مدى ما شاء الله بيعلى، وكل ده يعني بيبان قوي في الشغل في الملعب في الماتشات. في كور بتبقى صعبه بيوصلوا لها بعد كده، في الرياكشن بتاعهم بيتحسن، الفوت ورك في رجليهم احسن، بيبتدوا هما بيتطوروا من خلال الفتنس. التنس مهم جدا طبعا، بس الفتنس هو اللي بيسهل على اللعيب ازاي يلعب تنس، يعني الفتنس هو اللي بيسهل على اللعيب ازاي يلعب تنس. اللعيب مهما كان لو عنده تنس عالي جدا وما عندوش فتنس، عمره ما بيوصل لاي نتيجه، لانه مهما كان اللعبه دي رياضه، والرياضه بتعتمد على مجهود بشكل كبير. التكنيك طبعا مهم جدا طبعا في التنس، والفتنس طبعا يعني هو عليه تقريبا 70% من الرياضه نفسها. لو الفتنس بتاعك كل ما بيعلى، كل ما يبقى الاداء بتاعي احسن، وكل ما بيتطور بيبقى سهل جدا على مدرب التنس ان هو يطور اللعيب اللي معاه. لو الفتنس بتاعه عالي، كل ما مستواه البدني بيقل، كل ما اللعيب يبتدي ما بيوصلش للاداء اللي عايزه مدرب التنس بتاعه او المدير الفني بتاعه. كنت عايز اتكلم عن اللعيبه روفان محمد رضوان. البنت دي مواليد 2010، هي شخصيه كويسه جدا، بتحب التنس اكتر من اي حاجه في حياتها، نفسها تبقى حاجه كويسه. بدات معاها من حوالي سنه، ركزنا شويه في التمارين، هي كانت بتحضر تمارينها بس هنا لمجرد ان هي تلعب فور فن، فبدأنا ندوس شوية عشان تحقق حاجة وتعمل ترتيب كويس. طبعا ابتدينا بجانب تمارين مدرسة الميني تنس اللي عندنا هنا 4 أيام، البنت بدأت تلعب مرتين برايفت، وابتدت تلعب كمان مرة زيادة تروح الجيم، غير ان احنا زودنا مرات الفتنس، فده فرق معاها كتير. حققت مركز اول كتير في بطولات الجمهورية اللي فاتت وفي كذا مجمع. هي انا متوقع لها طبعا مستقبل كبير جدا، طول الوقت طول الوقت عايز تتمرن، طول الوقت موجودة في ملاعب التنس، هنفضل وراها إن شاء الله لحد ما تحقق حاجة كبيرة، وأتمنى أن أنا أشوفها توصل لمنتخب وتفضل مكملة معانا في الفرق لحد سن 18 سنة وسيدات. لعبة التنس تدريبها بيحتاج وقت كبير جدا، إزاي بتقضي الوقت اللي البنات فيه في التدريب، بتعملي إيه؟ هي فعلا اللعبة وقتها طويل جدا، بتلعب شكلها ايه، يعني يمكن حتى المدربين بيتضايقوا من تدخلاتي طول الوقت في وتعليقاتي، لان انا متابعه قوي، ويعني اقدر اقول ان انا شويه فاهمه في اللعبه، فمركزه مع كل تصرف وكل خطوه وكل ضربه ايد وكل حركه بتعملها، فببقى يعني ما بحسش بالملل في الوقت ده، بحس ان انا قاعده بعمل حاجه طول الوقت، بتابعهم، ببص عليهم، بعلق، بقول لها اعملي كذا ما اعمليش كذا،
المدربين لو سمحتي تتدخليش، بس انا ما بقدرش بصراحه يعني بتدخل برضو. فالاوقات بتبقى بالنسبه لي ماشيه يعني، لو انا ما بعملش حاجه، ما بعملش شغل او حاجه، ببقى اوكي مستمتعه بالوقت ومستمتعه باني بتفرج عليهم بانهم بيطوروا نفسهم، ببقى مبسوطه يعني، ما ببقاش حاسه بملل. كمان البطولات يعني، هي خلي بالك يا لعبه التنس مش بس تمرين، انت تتمرني طول الوقت عشان تخشي تلعبي ماتش. الماتشات ممكن تقعدي في ماتش ساعتين، يعني ممكن بنتي تفضل في الملعب تلعب ساعتين، فطول الوقت بقى في الماتش انا ببقى ستريس جدا وببقى متوتره بسبب خايفه على كل بوينت مش عارف ايه، وبزعق وبتخانق وبشجع وبصوت وبعمل حاجات غريبه. فلا ما بحسش بالملل خالص في الوقت. يمكن امهات كتير ما بتحبش تيجي تحضر التمارين يعني، في رناد مع الفريق بتاعها في ناس كتير بتجيب ولادها وتمشي لانه يعني الوقت طويل ومش هيقعدوا كل ده في النادي. انا لا، انا ممكن اكون من الامهات القليلين اللي بيحضروا ويفضلوا طول الوقت قاعدين جنبهم ومتابعين كل خطوه وكل تمرين، حتى برايفت بحضر، فيتنس بحضر، كل حاجه ببقى متابعاها مصره ان انا اشوفها يعني لحظه بلحظه، فما بحسش بالملل في الوقت ده. مشاهير اللعبه العالميين بيلعبوا على مدار السنه في اوقات متفاوته، انت بتبقي حريصه ان البنات يتفرجوا عليهم في الاوقات اللي بتتم فيها البطولات دي؟ طبعا بنتابع كل البطولات، كل اللعيبه. ريناد طبعا، ريناد بتحب نادال جدا، بتحب تتفرج على ستايله، ونفسها تتمنى يعني انها تبقى قريبه شويه حتى من الستايل بتاعه. انا شخصيا بحب فيدرر، بس بنتابع طبعا يعني، لازم هي تبقى عينيها طول الوقت شايفه تنس وشايفه اللعيبه الكبار دول بيعملوا ايه وايه السكيلز بتاعتهم وفي المواقف بيتصرفوا ازاي، يعني في لعبه كريتيكال او بوينت كريتيكال كده بيتصرف ازاي، بيكسب البوينت ازاي، هدوء اعصابه، الروتين بتاعه اللي بيعمله في البريك بين الجيم والجيم، كل الحاجات دي خبره هي مش هتعرف تكتسبها غير لما تتفرج على ماتشات لعيبه تقال وكبار تقدر تستفيد منهم يعني. فاه طبعا يعني بقول لك التنس موجود طول الوقت في البيت في النادي في كل حته، حياتنا كلها تنس يعني. فبتتفرج يمكن روفان هي اللي شويه لسه صغننه مش مستهويها قوي فكره انها تتفرج على ماتشات التنس في التلفزيون وكده، لكن ريناد لا طبعا، ريناد شاربه الموضوع ومتابعه وبتبقى متابعه النتائج ومين كسب ومين خسر ومين ترتيبه عالميا ايه، مين الاول ومين الثاني، متابعه طبعا ريناد كل ده وانا معاها، انا بحب اللعبه وهي كمان يعني لما بدات تلعب تنس انا تحمست لفكره ان انا كمان ادخل اتمرن والعب معاها، علشان لو عندنا وقت فاضي او في وقت هي ما عندهاش تمرين فيه وانا ما عنديش شغل ممكن ندخل ناجر ملعب ونلعب سوا، فبقينا احنا الاثنين ماشيين في سكه التنس مع بعض يعني. التنس بيحتاج طاقه عاليه جدا، كلميني عن النظام الغذائي اللي بتعمليه للبنات علشان يقدروا يبقوا قد كل التمرينات اللي بيتمرنوها. يمكن هي دي المشكله الوحيده اللي بتقابلني في لعبه التنس، فعلا هو محتاج يتغذوا كويس قوي ويبقى عندهم طاقه ويعملوا ماسلز كويسه جدا، بس طبعا انت بتتعاملي مع اطفال عايزين ياكلوا جانك فود، حاجات كتيره مش المفروض انهم يشربوها ومش المفروض انهم ياكلوها، فانت طبعا بتحتاجي طول الوقت كنترول رهيب جدا انه لا ده ينفع لا ده ما ينفعش. في لحظه يا مامي انا زهقت خلاص مش عايزه اشرب بقى ده ومش عايزه اشرب عصير فريش، مش عايزه اعمل مش عارف ايه، انا عايزه اكل زي اصحابي بتوع المدرسه بياكلوا كل حاجه ويشربوا كل حاجه وياكلوا الحاجات السناكس اللي هي اللطيفه اللي بياكلوها كل الاطفال دي، فانت في حرب طول الوقت معاهم على انه لا ناكل هيلثي ولا لازم ناكل بروتين كويس عشان نعمل ماسلز، لا لازم مش عارف ناكل فاكهه وخضار، الحاجات دي كلها الاطفال عموما مش مبقوش ميالين ليها يعني، ميالين اكتر للاكل السريع والحاجات اللي في الكانديز والحاجات دي، فهي دي فعلا المشكله الاساسيه اللي بتواجهني معاهم يعني. كمان لما بنروح مثلا نلعب بطولات ونشوف بشوف بنات يعني ما شاء الله اجسامهم اكبر من ريناد ويعني اقوياء عن ريناد، ببقى زعلانه من نفسي وحاسه ان انا مقصره في حقهم، بس ما عنديش طريقه تانية اعملها غير انه تفضلي تسايسي فيهم عشان تاكل الحاجه اللي انت عايزه تاكليها وتسمحي بشويه ممنوعات كده احيانا علشان الدنيا تمشي يعني. لكن طبعا الكوتش بتاعهم يفضل طول الوقت يقول لي ما ينفعش طريقه الاكل دي، لازم ياكلوا كذا ويعملوا بروجرام وياكلوا بطريقه معينه. انا بحاول طبعا بس المساله دي صعبه فعلا. ايام المدرسه ضغط،
ومعاها بقى البطولات. عايزاكي توصف لنا المدرسة مع المذاكرة مع الدروس مع ضغط البطولة، انتي بتبقي عاملة فيهم ايه؟ المسألة بقى كارثية. الحمد لله احنا ما يعني مش محتاجين دروس لغايه دلوقتي، يعني ما فيش السكشن بتاع الدروس ده لسه ما دخلناش فيه، بس ايام المدرسه والمذاكره والتمارين والامتحانات دي بتبقى طبعا لخبطه فظيعه. حتى النادي بيضطر انه يأخر شويه مواعيد التمرين عشان على بال ما الولاد يخرجوا من المدرسه ويلحقوا ييجوا النادي، فبتبقى التمارين مواعيدها متاخره جدا. انا فاكره مره من المرات ريناد كنت رايحة parents meeting وريناد كانت جايبة full mark في ساينس، فمدرسة الساينس بتقولي ريناد أكيد بتاخد درس، فقلت لها لأ. قالت لي يبقى أنت أكيد بتذاكري لها. قلت لها لأ، ليه بحضرتك بتسألي كده ليه؟ قالت لي أصل ريناد بتنام في الحصة. وبعدين لما بسألها يا ريناد أنت إزاي نايمة في الحصة، بتقولي أصل أنا كان عندي تمرين لغاية الساعة 12 بالليل وراجع متأخر ولحقتش أنام، فإزاي هي جايبة full mark في ساينس وهي بتنام طول الحصة؟ فلا هي طبعا المجهود الاكبر في الحقيقه ما بقاش عليا انا، يعني انا دوري في الموضوع ان انا اقدر اظبط المواعيد بس، لكن اعتقد المجهود الاكبر بيبقى عليها هي وعلى اختها طبعا، ان هي مطلوب منها تأدي كويس في المدرسه وتذاكر كويس وتخلص مذاكرتها وتعمل كويس في تمرينها، ولو عندها بطولات ساعات بيبقى عندها بطولات ايام المدارس فبنضطر نروح نستأذن من المدرسه انها تمشي بدري شويه، عندها امتحان فبيتحنوها بدري عن زمايلها علشان تلحق تخلص الامتحان وتطلع على البطولة، فبتبقى مسألة يعني فوضى كبيرة جدا، بس المجهود الأكبر حقيقة بيبقى عليها وهي تستاهل في كل سنة ان انا احييها الحقيقة، لان هي بتقدر يعني لحد دلوقتي ما خذلتنيش لا في المدرسة ولا في التنس، فسواء هي او روفان يعني، فبجد ببقى مشفقة عليهم جدا جدا من مجهود المدرسة وصحيان بدري وتمرين متأخر وهدك الدراسة والمذاكرة وانها مش عارفة تركز في ايه ولا في ايه، بس الحمد لله بيعرفوا يقدوا يعني لغاية دلوقتي الحمد لله. طبعا هنتكلم عن دور الام وازاي هو اهم حاجه في تكوين البطل سواء ولد او بنت. طبعا دور الام محدش يقدر ينساه خالص من ناحيه الترتيب في كل حاجه، وان لازم يبقى في لينك بينها وبين الكوتش او بينها وبين المسؤول عن التمارين للاولاد. هي اللي بتساعد او هي اللي بتبوش البنت كمان تكمل في كل حاجه، سواء في التغذيه بتاعتها، في لبسها اللي هتلبسه في التمرين، في طريقه وتنظيم نومها، في طريقه الاكل ايه قبل الماتشات وايه بعد الماتشات. كل ده مهم جدا، وعلى قد ايه مهم اللينك ما بين الام والكوتش او المسؤول عن التمرين. الكوتش بيبقى فيه فتره محتاج ان هو يزود في الاكل بتاعها مثلا كربوهيدرات بروتين، لازم ده طبعا يبتدي يظبطه، ودور الام طبعا كبير جدا في حاجه زي دي. دي اول حاجه. تاني حاجه ان هي بتسبورت الولد او البنت معايا في البطوله، لازم تبقى هي موجوده على قد ما تقدر، وجودها مع الولد في التمرين طبعا ده بيبقى حاجه مهمه جدا، بتبتدي تشوف ايه المشاكل وايه الغلطات وتبتدي تشتغل عليها طبعا مع الكوتش. وزي ما بنقول ان دور اللعيب مش بينتهي بس في الملعب عندنا، لا طبعا الام ليها دور كبير في البيت ان هي تتكلم وتعمل فيدباك كويس طبعا مع اللعيب، انت النهارده كنت كويس في كذا، عملت ده كويس، احنا محتاجين نشتغل على ده شويه. الحاجات دي كلها مهمه وبتسبورت طبعا الكلام ده ككوتشز احنا، ده حاجه بتساعدنا كبيره جدا. لو اتكلمنا على مرحله ان احنا مثلا في بري سيزون ومحتاجين ان احنا نظبط الاكل بتاع الولد، فطبعا هي ليها دور كبير في الموضوع ده، من ناحيه ايه اللي هتبتدي تاكله قبل الماتشات، ايه اللي قبل التمرين، ايه اللي بعد التمرين، كل ده بالنسبه لي مهم جدا. فترات الراحه، الولد محتاج ينام كام ساعه، لازم هي اللي بتقدر تكنترول الولد هيرتاح قد ايه. ممكن يروح الولد يفضل قاعد في البيت ما بيعملش اي حاجه مفيده، يلعب بلاي ستيشن، مش عارف ايه، بيضيع وقت في حاجات كتير، هي بتبتدي تاخد بالها من الكلام ده. لا انت لازم تنام، لا انت عندك تمرين بدري، لا انت محتاج تاكل كويس الفتره الجايه، لازم نركز اكتر. كل ده مهم جدا كفتره تمرين في الماتشات، وده ليه بقى دور كبير عندي انا بالذات،
وبحب ان انا اسمع الفيدباك طبعا من ولي الامر، ان هو متواجد طول الوقت في التمرين، بيشوف الولد، عارف الولد بيعمل ايه في التمرين كويس، ايه اللي ماشي عنده كويس، بيشوف في الماتش بقى ايه اللي بيحصل لما الولد يبتدي يتحط تحت ضغط. لو الولد مثلا سي عنده مثلا حاجه كويسه بيلعبها الفورهاند مثلا فبيعملها حلو في التمرين، هي شافت ان هو بيعمل نفس طريقه التمرين في الماتش فتبتدي طبعا تبلغني، النهارده اللعيب عمل كذا كذا كويس، سمع الكلام في الحته الفلانيه، ابتدى يتكلم مع نفسه في الملعب، ابتدى يصلح لنفسه الغلطات، فكل ده طبعا بيبتدي الفيدباك ده يجي لي، فده بيساعدني اكتر ان انا اشتغل على الولد على حاجه جديده، نبتدي نصلح حاجه تانية. الاهم من ده كله طبعا السبورت، لما الولد يعمل نتيجه كويسه او حاجه ما كانش هو يتوقعها لازم يبقى في حافز دايما منهم، فده بيفرق معايا قوي. احنا برضو هنا النادي بنبتدي نحفز اللعيب، بس طبعا جزء ولي الامر ده او الام بيبقى كبير قوي، هي دايما اللي موجوده في التمارين، هي بتحاول توفق مواعيد المدرسه والدروس ومواعيد بطوله وماتشات، والموضوع بيبقى اصعب والمعادله اصعب لو الام كمان بتشتغل. فانا بلاقي كتير طبعا عندي في التمرين امهات طالعه من الشغل بتجيب الولد من المدرسه، ومن المدرسه يجي يغير عندي في النادي، ويبتدي في اللانش بوكس ياكل حاجه سريعه وينزل جري على التمرين، فطبعا هي ليها دور كبير جدا في الموضوع ده، وما اعتقدش ان في حد يقدر يقوم بالدور ده خالص غيرها. يعني ايه الرساله اللي توجهيها لكل ام علشان تكون ام بطله زيك؟ كل ام عليها انها تستحمل، يعني ده قدرها ان هي تبقى مسؤوله عن التمارين وعن المذاكره وعن البيت ومسؤوليه الولاد، فهي بس محتاجه صبر، لانه الرياضه كمان بشكل عام محتاجه صبر، يعني عشان توصلي نتائج كويسه وتطلعي ابطال محتاجه انك تصبري وما تيأسيش بسرعه وتستحملي بقى كل اللي هتمري بيه، سواء تعب او مشقه او مجهود كتير على الاولاد او حتى اخفاقات، ما انت ساعات بتدخلي بطوله مثلا ما تحققيش فيها، ففي امهات بتيأس بسرعه وتقول خلاص احنا هنبطل مش هنكمل في اللعبه. لا، هي محتاجه طولة بال ومحتاجه صبر ومحتاجه تفاؤل، يعني انه ان شاء الله الدنيا هتبقى احسن، ومحتاجه انك تفضلي وراهم طول الوقت تزقيهم، لانه هم في النهايه اطفال ممكن يزهقوا، ممكن يبقى في حاجه تانية تشغلهم، فانت محتاجه تفضلي تعملي بوش طول الوقت وراهم علشان يكملوا ويمشوا لغايه ما توصليهم على التراك صح، ووقتها انت هتجني ثمار اللي انت عملتيه، يعني هتحسي بقد ايه نجحتي معاهم وقد ايه قدرتي تحافظي على كل حاجه في نفس الوقت اللي انت كنت متخيله انه مفيش حاجه خالص مظبوطه وكله بايظ. لا، بتحسي بنجاح وبتحسي يعني باعظم بقى جايزه بتاخديها انه تشوفي بنتك بطل او تشوفي ابنك بطل، دي بتهيألي احسن حاجه بتتمناها الام. يعني شرفتينا وميرسي ليكي جدا. ميرسي جدا ليكي. وبكده تكون انتهت حلقتنا النهارده، وانتظرونا في حلقه جديده من البطوله امهات. شكرا يا ماما. شكرا يا ماما.